أما بعد، فيا أحبتي الكرام، هذا لقاء من لقاءات العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولذا فهذا المجلس الذي أنتم فيه من المجالس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. بدأ بفضل الله سبحانه وتعالى توفيقه اليوم أول درس حضوري في المسجد الحرام لمشايخ وأصحاب الفضيلة بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين من وجود هذه الجائحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها عنا. مع وجود هذا الدرس فإن الإجراءات الاحترازية والتنظيمات الوقائية ما زالت قائمة على الحاضرين في المسجد الحرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الحكومة الرشيدة ومعالي شيخنا المبارك على دعمهم وتوفيقهم وعلى حرصهم على خدمة قاصدي المسجد الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.